اذا بشرى عقبي شفناك في الكواليس قلت لكم ما ميم كي تشوف لابوندانونس تبكي بشرى. اذا شفنا الكثير من البكاء والدموع، ان شاء الله يكونوا دموع فرحه الفرح. ولكن بشرى لما يكون هما شاركوا في هذا البرنامج عندهم هذاك تاع المجهول ما على بالهم، شراهم فوق ربما طاوله عمليه الجراحه وما على بالهمش هذاك علامه الاستفهام لما يفطن من لانستيزي جينيرال واش راح يفطن ولا لا. لا صحيح. اذا هي مسؤوليه بشرى، كيفاش عشتوا انتم كفريق العمل وانت مقدمه البرنامج هذا الكواليس؟ لي جور اللي راحوا داروا فيهم لي انترفونسيون كانوا بزاف صعاب علينا كامل كامل اي كومبري عليهم هما على لي كانديدا، مي حنا بزاف باسكو حنا اللي جبناهم. صح. اي تحسي شتي هو هما كبار كاع سي دي زادولت، مي كي يكونوا فوق هذيك الطابله هذاك لو روغار ما على بالكش اسكو سي لا ديرنيير فوا اللي يشوفوا فيك، اسكو واحد الروغار فيه ليسبوار فيه شغل ديجا كي يدخلوا يقول لك المهم اللي سقسيها راكي خايفه، لا لا كي راكي هنايا وشغل هذه مسؤوليه كي راني انا راني خايفه. صح. كيفاش انت شغل يغيدوك او ميم طون كون جو روغارد هكا نقول معليش على ساعه ونص سي اون اوتر حياه جديده مختلفه تماما. بصح على ساعه ونص اسكو عباك يوسوسوك يقولوا لك واحد الكلايم تحسي كوم سي بعيد شر ما كاينش واحد تزيدي تشوفيهم، تخلطوا كاع لي زيموسيون هذاك النهار اونتر فرحه خوف كي تشوفي لي بارون كي تشوفي. صح بشرى هذا هو سؤالي، يعني كاين اللي جاوا مع الاولياء ديالهم مع العائلات تاعهم، فانتوما راكم تستكلفوا بالناس راح دير عمليه جراحيه ومن بعد تشوفي عيون الام ربما اللي ما تخونش الاخ الزوج ربما، كيفاش يعني حتى العائلات سي با ايفيدون دو لي جيري. سي با ايفيدون دو لي جيري، وانا سيتي لا بروميير فوا اللي ندخل بلوك اوبيراتوار زعما، وكان بون دخلت كي كنت صغيره دخلت مع ما كوزين كيف كيف باش ندير لها الكوراج، لازم ندخل باش ندير الكوراج او ميم طون كاين اللي كيف نوم لانستيزي ما كانوش ملاح شغل فطنت بصح ما راهيش مليحه. صح. يعني احساس ما نتمناه لحتى واحد. اذا الفرجه مشاهدينا موجوده في برنامج ابتسم للدنيا.